الثامن عشر من الشهر القادم موعد لانتخابات تغير الواقع الخدمي، هكذا وصفت، فهي إعادة لمجالس أقصي عملها قبل 4 سنوات وأتت مرة أخرى لتستعيده وتستكمل العمل الخدمي وتقيم عمل المحافظين. ما ممكن اليوم يعني نريد نغير أو نريد خدمات أو غيرها ولم نذهب إلى الانتخابات أو نجلس في بيوتنا. يجب الذهاب إلى الانتخابات من أجل يعني أولا الممارسة الديمقراطية كبلد دستوري انتخابي، ثانيا هذه الانتخابات أعتقد هي مهمة جدا، لا سيما أن كانت مجالس المحافظات متوقفة خلال سنوات، واليوم هذه الانتخابات تعتبر الانتخابات الأولى لإعادة عملها والتشريع كثير من القوانين ومراقبة المحافظين والسلطة التنفيذية في المحافظة. يرغب الكثير بالتغيير من خلال الانتخابات، فصوت المواطن هو الذي يحدد لمن الفوز، للمجربين الفاعلين أم الخاذلين، له القرار وله الحرية في ترك مساحة للأخير أو التضييق عليه من خلال المشاركة. إذا عزف وقاطع الانتخابات أن هنالك لا يوجد قانون يحدد نسبة المشاركين فيها في الانتخابات، حتى لو 1% هم الانتخابات جارية وماشية، يجب أن تكون هنالك انتخاب الأحسن والأصلح بغض النظر عن الصلات والانتماءات والموالات. فإذا أنت تريد أن تحب العراق وتنتمي إلى العراق يجب اختيار الناس الصلحاء الجيدين. الانتخابات المواطن هو مسؤول محاسب أمام الله، لأن صوت أمانة، لذلك يجب أن بعد هاي السنوات اللي الماضية من الانتخابات اكتشفت للشعب العراقي والمواطن العراقي، والمواطن العراقي ما يخفى عليه الصغيرة والكبيرة، لذلك أدعو المواطنين عدم مقاطعة الانتخابات مهما تكون، لأن يقول وقفوهم إنهم مسؤولون. الحبر الأزرق ينتظر التصويت بالموعد، والمفوضية بجهوزية تامة، والأسماء والكتل معروفة وواضحة، وللمواطن حق الاختيار. عمار غسان، قناة الرشيد.